بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بفضل الله تعالى وبجهود المقاتلين الأبطال استطعنا أن نحرر كل مدننا وأرضنا وأنهينا مشروع داعش الإرهابي في إقامة دولتها المنحرفة والتي هي تشوه الإسلام وتشوه كل قيمة إنسانية حقيقية. لنا الفضل كعراقيين في إنهائها. العراقيون بتضحياتهم، وأؤكد الذين قاتلوا على الأرض العراقية فقط عراقيين. أنا أؤكد، خاف قسم يقول لك غربي وشرقي ومدري وين. نعم عندنا مستشارين من مختلف الدول، عندنا ناس ساعدونا من الجو، عندنا ناس انطونا سلاح بس مو مجاني، ترى كله اشتريناه، بس اللي قاتل على الأرض فقط عراقي. نتحدى أي واحد عند مقاتل غير عراقي، أتحدى، ما عندنا مقاتلين. نعم عندنا البعض أصيبوا من جنسيات أخرى، ولكن نسميها نيران غير مباشرة، يعني في منطقة قذيفة تقع تصير قناص مسافة بعيدة، بس كقوة قتالية أنا أشكر كل من ساعد العراقيين، كل من وقف مع العراقيين، كل من ساند القوات العراقية البطلة بمختلف المساندات، ولكن الذين قاتلوا على الأرض فقط عراقيين. وهي البطولة العراقية التي أنهت داعش. من حق العراقيين جميعا، من حق المرجعية الدينية في النجف الأشرف، من حق الأبطال الشجعان الذين قاتلوا داعش، من حق كل أم عراقية أرسلت مقاتلا أو دعمت مقاتلا، من حق كل أب عراقي فعل كذلك، من حق كل أخ أو أخت أو بنت أو ابن، من حق كل إعلامي ساند الجهد الحربي وجهد المعركة، من حق كل مواطن أيضا ساهم بشكل أو آخر في دعم المقاتلين ودعم الجهد العام في قتال داعش أن يفتخر أن لهم الفضل في إنهاء هذه الخرافة وهذا الإرهاب. إحنا الآن في العراق قضينا على رأس داعش في المنطقة. البعض ربما كان عنده وجهة نظر أخرى في بداية القتال، إحنا كان عندنا وجهة نظر أن نضرب داعش في الرأس والأطراف تموت، والحمد لله كما رأيتم المعارك بعد الموصل أصبحت معارك بالنسبة لنا مو سهلة، لا إحنا سويناها سهلة بقتالنا وبتضحيات العراقيين الأبطال. شفتوا بعدها تلعفر استغرقت ربما 10 أيام أو أقل، الحويجة استغرقت نفس المدة تقريبا، وأيضا غرب الأنبار نفس المدة، مو لأن لم يكن هناك دواعش في هذه المناطق، بل كل التخمينات والتوقعات في هذه المناطق في تلعفر والحويجة وغرب الأنبار كانت التوقعات أنه ستكون حرب شرسة أيضا وتضحيات كبيرة وتأخذ وقتا، ولكن الحمد لله عندما استطعنا أن نضرب رأس داعش وقوة داعش انهارت استطعنا أن نحرر هذه الأراضي. وأيضا أصر العراقيين لهم الفضل كذلك في مساعدة السوريين على القضاء على داعش، لأن لم يكن ليتمكنوا من ذلك لولا إحنا كسرنا داعش هنا في العراق، وداعش قدمت الكثير من الخسائر في العراق من إرهابيها من قياداتها ومن أسلحتها، وبالتالي أدينا إلى هزيمة حقيقية لداعش على الأرض وإلى هزيمة نفسية لداعش أيضا. رأيتم كيف الإرهابيين من داعش يهربون في مواجهة قواتنا ويتركون كل أسلحتهم، وهذا معناه هزيمة نفسيا. في السابق قبل 3 سنوات كان ربما الدواعش يسببون خوف ورعب نفسي عند عامة المواطنين وعند حتى المقاتلين، أدت إلى انهيار عدة فرق عسكرية بالعراق. الحمد لله هذا تغير بالكامل، الآن الخوف لدى الدواعش، قواتنا تتحرك وأيضا تكشف عن صدرها في مواجهة الإرهاب ويتحركون كل شجاعة وبطولة. كان آخرها هي تحرير مدينة راوة، شفتوا خلال يوم تم تحرير مدينة راوة تقريبا، وأيضا الآن عندنا عملية مطاردة كل الفلول في الصحراء الغربية وفي منطقة الجزيرة. هذه المناطق لا تسيطر عليها داعش، حتى أكون واضح، من الناحية العسكرية أنهينا وجود داعش في العراق الناحية العسكرية، ولكن لأنها صحراء ومناطق شاسعة نضمن، وهي عملية ستستمر لفترات طويلة. إحنا الآن بدينا بالعملية الأولى لمسح كل الصحراء الغربية، سوينا جزء كبير من مسح الصحراء الغربية، الآن بدينا ونبدأ إن شاء الله قريبا بعمليات تطهير الجزيرة، بدينا جزء منه وهذا مستمر. خلال فترة قصيرة سنعلن انتهاء عمليات التطهير وننتقل إلى
المرحلة الأخرى، وهي كيف نستطيع أن نحافظ على هذا النصر، كيف نستطيع أن نمنع داعش تشكل خلايا جديدة أو ينشأ إرهاب آخر جديد. هذا قاعد لنا شغل استخباري، شغل أمني، عمل عسكري مستمر في التفتيش على مضافات داعش ألا تتشكل لديهم مضافات، والتحدي الجديد سيكون تحدي إرهابي من نوع آخر وهو عمليات إرهابية في المدن. تعرفون داعش قامت بعدة عمليات إرهابية في الخارج، حاولت في العراق خلال الفترة الماضية، تم إحباط كل محاولاتهم التي حاولوها أثناء عمليات التحرير. أيضا كان أكو لديهم مشروع مخطط لاستهداف زوار الإمام الحسين عليه السلام في أربعينيته، وفشلوا في ذلك، لم ينجح لديهم ولا عملية واحدة. ولكن أريد أن أحذر، يبقى هذا إرهاب بشع، إرهاب خطير، إرهاب عقائدي، عند فكرة عقائدية يستخدم سياسيا. هناك للأسف لا زالت بعض الأموال تصلهم، ولو تمويلهم انهار بشكل شبه كامل، بس بقى شيء آخر. أيضا الذين يتطوعون في صفوفهم تجنيد العناصر انخفض بدرجات كبيرة، ولكن هم يحاولون القيام بعمليات إرهابية لهدفين. الهدف الأول يقوم بعملية إرهابية حتى يحصل على تمويل، ويحصل أيضا على يستطيع أن يجند شباب جدد. لما يقوم بعمل إرهابي يبرز نفسه على أنه موجود فيحصل على هذا الدعم. والسبب الثاني يقوم بعمل إرهابي الذي يسبب مشاكل داخل الدولة، مشاكل داخل المجتمع، مشاكل سياسية، أن هذا الطرف يتحرك ضد الطرف الآخر يقوم. فلهذا لا يجوز أن نسمح لهم. أنا حذرت، قلت بعض الجهات السياسية متهيئة كأنه تساعد داعش، متهيئة داعش تقوم بعملية إرهابية وينطلقون ضد قواتنا الأمنية ويقولون هذا خرق، خيانة ضد العملية السياسية، ضد الدولة، يريد بس يحقق شيء في النهاية، يريد يخدم داعش في عملية إرهابية. أي عمل إرهابي إذا تم إسناده أو سبب أي خرق داخلي أو مشاكل سياسية، معنى دا يخدمون داعش، معنى داعش دا يشجعوها على القيام بالعمل الإرهابي. إذا داعش عمله الإرهابي يؤدي إلى خلاف بين المواطنين وإلى خلاف بين الدولة بين الكتل السياسية، داعش راح تشجع تقوم بعمل إرهابي آخر، بالتالي تقتل مزيد من المدنيين. فكل من يحاول أن يحرض هو شريك لداعش في هذا القتل. أنا أحذر من هذا الموضوع، لهذا أدعو كل قواتنا الاستخبارية والأمنية أن يكونوا على هبة الاستعداد، أدعو المواطنين أن يكونوا على هبة الاستعداد. لا نستهين بمعلومة، لا نستهين بأي شيء نصوره مو طبيعي، نشاط مو طبيعي، فالنشاط دي يحصل بمكان، حركة مو طبيعية. أكثر المعلومات الاستخبارية والمهمة اللي أدت إلى كشف عناصر داعش تأتينا من المواطنين، من مواطنين واعين، خصوصا في المناطق المحررة وباقي المناطق. الناس تتعاون مع الأجهزة الأمنية، أصبحت عندها ثقة كبيرة بالأجهزة الأمنية، وبالتالي تزودنا بمعلومات كبيرة من هذه المناطق حول الدواعش أو حول مخططاتهم. سنعلن إن شاء الله، من حق المواطنين أن يحتفلوا، ومن حق العراقيين أن يحتفلوا بيوم هزيمة داعش في العراق. اليوم الهزيمة العسكرية حاصلة، ولكن نحتاج كما ذكرت إلى أنتظر تطهير التقارير النهائية والعمليات النهائية للتطهير حتى نستطيع أن نعلن عن هذا اليوم. بالنسبة إلى إعادة النازحين أمر مهم وأساسي لعدة اعتبارات. أولاً تحقيق الاستقرار في هذه المناطق، هؤلاء مواطنين علينا أن نعيدهم إلى مناطقهم. الشيء الآخر، تعرفون أكو انتخابات قادمة، وضروري عودة النازحين إلى مناطقهم لكي يساهموا في عملية الانتخاب. صح النازح يستطيع أن يصوت في مكانه، ولكن الأفضل أن النازح يكون في منطقته وفي بيته حتى يشارك في هذه العملية الانتخابية. وأنا أؤكد مرة ثانية هنا أن جهد الدولة لا زال أساساً هو عودة النازحين إلى ديارهم. أنا أدري البعض يركز على دعم النازحين في مخيامهم، بس نحن نقول نعم نقوم بهذا الجهد، ولكن جهد الدولة يتحول الآن إلى دعم عودة النازحين إلى منازلهم ولا بيوتهم، بتوفير الخدمات، بتوفير الأمن، وبتوفير ما يحتاج النازح في هذه المناطق. بدينا نضع جداول لعودة النازحين في كل المناطق، جدول زمني، وإن شاء الله نلتزم بهذا الجدول الزمني لعودة هؤلاء النازحين. أنا أحتاج أكد مرة ثانية أن الانتخابات إن شاء الله تجري في وقتها. أنا رحت إلى مركز الانتخاب، استلمت هويتي، بطاقة الناخب. أدعو كل المواطنين أن يراجعوا استلام بطاقة الناخب. نريد المواطنين يشاركون بقوة في الانتخابات القادمة،
احتفاء بانتصارنا على داعش، بتوحيد البلد. العراق ممكن أن يلعب دور جديد. حصلت كثير من الأخطاء في السابق، نستطيع أن نصحح هذه الأخطاء. بعض العراقيين بل كثير من الناس خارج العراق أيسوا من العراق، اعتبروا العراق انتهى بدخول داعش. أنتم شفتوا صارت ولادة جديدة للعراق، ولادة أيضا قوية ليست ضعيفة. العراق الآن أضعف، استفاد من هذا الدرس. فعلينا أن نلتزم أنا أسمع كلام كثير عن تأجيل الانتخابات، أسمع كذا. أنا بصراحة أحكي بصراحة، أنا ما عندي رأي تأجيل الانتخابات رأي محترم. البعض سمعت يقول رأي محترم، أنا أقول غير محترم. الانتخابات تجري في وقتها، هذا مطلب دستوري، استحقاق دستوري، ما إلى حق أحد يمدد نفسه. خاف البعض يحدث نفسهم يمددون لأنفسهم، لا حكومة ولا برلمان. الانتخابات تجري في وقتها، شرع قانون ما شرع قانون، أنا أدري أقول يصير كلام، عندنا قانون نافذ، هذا القانون النافذ يطبق. مفوضية موجودة، الانتخابات تجري، قمنا بتخصيص الأموال اللازمة للمفوضية لكي تقوم بعملها. البعض يتحدث عن أكو أجهزة لتسهيل إعلان النتائج، هي مو استعاضة عن ورقة الانتخابية. خلينا نصير واضح، ورقة الانتخابية كالسابق، المواطن أو الناخب يشرع على ورقة انتخابية، الورقة توضع في صندوق. الفرق بين أن يسلمها وتوضع في صندوق، تمر في آلة تقرأها إلكترونيا وتوضع في الصندوق. فالتدقيق اليدوي لا زال موجود، بس الفرق أنه هاي القراءة الإلكترونية تسرع من إعلان النتائج الأولية. النتائج النهائية تحتاج إلى أن تفتح مجال للاعتراض وللطعن، تعرفون آلية الانتخابات السابق حتى تعلن، بس النتائج الأولية ربما تعلن نفس اليوم، يعني خلال ساعات قليلة تعلن النتائج بالانتخابات، وتنصرف هذه التخصيصات من أجل رعاية الانتخابات والإسراع في إعلان نتائج الانتخابات. بالطبع وحدة العراقيين كما ذكرت أمر أساسي. أنا حي يعني قرار المحكمة الاتحادية بإبطال استفتاء إقليم كردستان اللي كلنا وقفنا، أكثرنا وقفنا ضده، العالم كله وقف ضده، بس الأخوة للأسف ما سمعوا في وقتها. وهذا ندعو الأخوة في الإقليم إلى احترام الدستور، احترام قرار المحكمة الاتحادية. وللأسف كنا في مرحلة سابقة وصلنا إلى مرحلة يعترضون حتى على ذكر الدستور، يعترضون على ذكر المحكمة الاتحادية. إحنا نعيش في بلد واحد، هذا الدستور صوت عليه المواطنين. فأدعو الأخوة، هذا كل خلينا نسي السابق، نبدأ بالتزام بالدستور، الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، وأيد أسمعها منهم بوضوح، وأيضا التعاون من أجل مصلحة مواطنينا في كل مكان، سواء في إقليم منطقة إقليم كردستان أو في المناطق المتنازع عليها، من خلال بسط سلطة الحكومة الاتحادية في هذه المناطق وفق المصالح صلاحية الدستورية. هذا ما المفروض به نقاش ولا به جدل. أنا أسمع بعض يصير جدل للأسف. هم أقروا أنه من حق الحكومة الاتحادية تنتشر في كل مناطق 2003، أقل ذلك. ولهذا هناك اجتماعات كيف نحقق ذلك بدون أن نصير يعني أن تكون مزيد من الدماء. أظن العراقيين قدموا دماء كافية. أدعو الأخوة بالكرد أن ما يتجهون للقتال، ما يستغلون هاي الفترة حتى يزيد من تحشيد شيداته من كذا. شافوا بالسابق حاولوا التحريض على قواتنا ودعوا إلى قتل قواتنا مقاتلته، شافوا ما الذي حصل. البيشمركة الأعزاء والأبطال، المقاتل اللي قاتل داعش ما يصوب بندقيته إلى أخو العراقي. بعض الساسة ربما رادوا يدفعون بهذا الاتجاه، ونفس الشيء ترى يتكرر. أنا أدعوهم إلى الالتزام بهذا الموضوع، أدعوهم إلى التعاون التام من أجل بسط السلطة الاتحادية لسلطاتها في كل المناطق إلى حدود 2003. هذا نص دستوري. والنص الدستوري الآخر أن السلطة الاتحادية تمد كل سلطتها على الحدود الدولية، هذا أيضا نص دستوري حصري للحكومة الاتحادية. أدعو مرة ثانية الأخوة في الإقليم إلى التعاون الكامل، لا يدخلون في فصل جديد يصورون يدخلون في مواجهة والعالم بعض الدول تجي تنقذهم. أولا إحنا مو من النوع راح نقتل مواطنينا، قد يصير واضحين، ما راح يجرونا، حاول يجرونا سابق شوف ما جرونا. أنا أحرص على مواطنينا الكرد منهم، لأنهم رادوا يجزجون المواطن الكردي والبشمركة في قتال مع الحكومة مع السلطات الاتحادية.
احنا احرص منهم على مواطني الكرد، وانا ايضا اخبر مواطني الكرد، صح الوقت ديمر، صح المواطن حقه مستعجل، بس اكو مجموعه لازمنا ملتزمين بدفع الرواتب. حطينا احنا رواتب بالموازنه الاخنيه، وحطيناها محافظه بمحافظتها من الاخنيه ايضا حتى توزع بشكل عادل. انا ما خرجت عن النص الدستوري، لا زال تسميه اقليم كردستان، بس ايضا محافظات اقليم كردستان، اقليم كردستان بمحافظات، علينا ان نراعي، لان دا اسمع من ابناء المحافظات يقولون ماكو توازن وماكو عداله. واجب ان كحكومه اتحاديه ان نضمن العداله في كل مكان في هذا الاطار. ان لا زالت الحكومه الاتحاديه ملتزمه بدفع الرواتب، بس علينا ندقق. المعلومات الموجوده غير كافيه بل غير صحيحه، تضخيم هائل، الجماعه تضخيم هائل، ربما خلى واحد ما شغله، وايضا بعضهم الى يقولون ثلاث رواتب، قسم اربع رواتب، قسم راتبين ياخذون، هذا غير صحيح. يجب ان نكون عادلين ونضمن الرواتب تصل الى موظفي، وايضا ننشط الاقتصاد في الاقليم وفي باقي العراق. سابقا للدواعش. الدواعش خيرتهم بين خيارين، اما يستسلمون او يقتلون. اكثرهم اختاروا عدم الاستسلام، قتلوا. والفازين خيرهم بالتالي. يحتاج ان انظر بالجانب القضائي صح والاقليمي، بس ممكن كما فعلت مع الدواعش. يقدرون يجون يسلمون الاموال اللي سرقوها ويعلنون عنها، ممكن يصير عفو. او يخسرون الاموال ويقضون باقي حياتهم بالسجن. يعني يخسرون الاثنين، يخسرون حريتهم ويخسرون الاموال اللي راح ناخذها منهم وراح نطاردهم. لا عبالهم يحسون بمأمن، عبالهم يبتسمون، يقومون بحملات تسقيطية حتى يشغلون الدواعش ما شغلونه. وانتم نفسكم يا فاسدين حاولتوا تشغلون عن معركة التحرير من داعش، حاولتوا أكاذيب وطعن ومحاولة قتل إرادة قواتنا وتدعاءات كاذبة، حاولتوا ما نجحتوا، ظلينا مصرين. احنا ما ننشغل، احنا عندنا عزيمة ان شاء الله، ومقاتلين عندهم عزيمة. الشيء اللي نركز عليه نجزئ بعون الله تعالى. الإنسان اللي يصير صادق مع الله تعالى وصادق مع الناس الله يعينه. وبالتالي أقول لهم لا تحاولون مرة ثانية. أعطيكم شيء نهائي الآن، سلموا الأموال اللي سرقتوها تسلمون على حياتكم، ولا بعدين تخسرون الاثنين. عندنا شيء حقيقي وراح تتفاجئون. أحد كان يتصور هكذا راح نغلب على داعش؟ كلهم قالوا لا، ما راح يصير، مسألة داعش لا يقضى عليها، وسويناها الحمد لله. نفس الشيء راح يستغربون شنو راح نسوي. ولهذا أحذر الفاسدين اللي يلعبون بالنار. لعبوا بالنار كفاية، شوفوا وين وصلونا. وصلوا البلد إلى أن دخلوا داعش علينا. وصلوا البلد، هددوا بغداد بكل المحافظات. كلا محافظة سقطت بإيد داعش من وراء الفساد. ولهذا احنا ان شاء الله ادعو عن المواطنين الى التعاون، ادعو كل موظفي الدوله الى التعاون في هذا الاطار. علينا ان نخلق منظومه، ادعو الشباب وادعو منظمات المجتمع المدني، ادعو كل واحد حريص عنده معلومات، بس رجاء يجب ان نحرص تكون المعلومات دقيقه، رجاء لا يصير نشر معلومه غير دقيقه، لان الفازين يريدون معلومات غير دقيقه، الفازين يريدون يتهمون الابرياء ويتهمون المخلصين حتى يضيع الحقوق. ولهذا يكون حذرين، لا ننشر معلومة إلا ندققها، إلا يكون نعرفها. وأنا أدعو كل الشباب في المجتمع، كل منظمات مجتمع مدني، كل إنسان مخلص عنده جهد في هذا الإطار أن يكشف لي الفاسد. شلون تعاوننا على محاربة داعش والمواطن قام يتعاون مع الأجهزة الأمنية عن الإخبار عن داعش، وين مختفين، وين نظافاتهم، ولهذا استطعنا أن نقاتلهم. كذلك أطلب من المجتمع، من الشباب، من النشطاء أن نتعاون من أجل فضح الفساد وملاحقة الفساد. بينا خطوات أولى راح ندخل هاي معركة. أنا أقول لكم مو معركة سهلة، لأن داعش لما تقاتله قدامك ذاك هو موجود، دول موجودين يعني قسم مخفي، بعض الأحيان أكو مظاهر، مو الشخص الأساسي اللي هو تشوفه، تشوفه تصور هو هذا، لا ولا شخص أكبر منه. ولهذا نحتاج إلى تعاون في هذا الإطار. هذه المعركة أطمنكم إن شاء الله راح ننتصر بها، بس نحتاج إلى تعاون كما تعاوننا في مقاتلة. أيضا سائرين في خططنا إن شاء الله تنشيط الاقتصاد لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والسياحة. وشفتوا أنتم الحمد لله أكو بعض السلع ولو بعضها كمالية أو غذائية، لا
بس تشوفون الان اكو اشياء مصنوعه بالعراق بدات تزداد، يعني من خلال المعطيات تشوفون بالسوق قبل حتى المي كنا نستورده، المي او حتى المشروبات او حتى الحلويات، الحمد لله الان جزء كبير من هاي اصبحت تصنع داخليا. هذا من فضل الله علينا ومن هذا الدعم، وايضا السياحه والخدمات الصحيه والمياه والكهرباء. هناك نقله نوعيه في هذا بدنا نشتغل عليها. والمهم في هذا الاطار احنا نبتعد عن الشائعات. للاسف البعض يتحدث بشكل اكد مره ثانيه، خلق كلب غير موجود، هل هو خيال؟ هل هو طابور خامس؟ يحكوا معلومات عجيبه غريبه انا ما سامعها، ولا مطروحه في اروقه الحكومه ولا في مجلس الوزراء ولا معوض علينا اصلا، لا كرئيس وزراء لا كوزير ماليه لا قطاعات مختلفه. يتحدثون عن تخفيض رواتب، يعني شو يقولون؟ وين يمشونا يا جماعه؟ كما حاولوا يقولون جيشنا دا ينذبح وطلع كذب، نفسهم يطلعون هذه نفسهم، هي نفس المؤامره ونفس العله ونفس الجرثومه بصراحه. انا اقول لا بصراحه ما ينجحون، واضح ما ينجحون، احنا لهم بالمصاد. وانا ادعو المواطنين الى الحذر واليقظه من هذه الشائعات. احنا مشينا بمنهج بهذه الحكومه، كل شيء نسوي عندنا للناس، وبعض الاجراءات كانت ما لها شعبيه بس اعلناها للناس، قد البعض ضد ما يفهم وضحناها للناس. اذا نسوي اجراء نعلن عنه، ما نسوي اجراء سري، خل يكون واضح. غيرنا يشتغل بالظلام وصل البلد للظلام. احنا نشتغل تحت الضياء، لما نقول انتخابات تجرى في وقتها تجرى في وقتها. لما نقول ماكو تخفيض رواتب الموظفين يعني ماكو تخفيض رواتب الموظفين، ما راح نحتال. اذا اكو تخفيض راح نقول اذا صار اكو نيه، ما عندنا ما مبحوث بصراحه القضيه. ربما صار بحث في بعض المخصصات عند بعض الدرجات سابقا. حتى هاي تركت الان، تركت لان يحتاج لنا عمليه اصلاح اقتصادي شامل في القطاع الخاص والقطاع العام. هذا احنا نريد، تعرفون هاي الحكومه تتزاوج بين القطاع العام والخاص، نريد نشجع القطاع الخاص، نشجع المواطن، حتى التقاعد نريد نعطي اي واحد صاحب مهنه بالمجتمع وشغله في المجتمع ضمان اجتماعي، بمعنى يؤخذ من الاستقطاعات وله تقاعد في حاله حصل عليه شيء او وصل الى نهايه عمره ويحصل على تقاعد او عائلته تحصل على تقاعد. قرارات مجلس الوزراء اليوم التصويت على تخصيصات لدرجات وظيفيه للكليات العسكريه لوزاره الدفاع. هذا مهم، لان كل سنه بحدود 2000 الى 2500 يدخلون الكليات العسكريه. تعرفون النظام الموازنه منع اضافه اي درجات جديده في الموازنه، بس هذا ضروري لابقاء الجيش حيوي. تعرفون بدون خريجين جدد من الكليات العسكريه الجيش تعرفون يعني يرجع يتراجع، فهذا لك دائما دماء جديده للقوات الامنيه والقوات العسكريه. وافق عليه اليوم مجلس الوزراء. ايضا التصويت على محضر اللجنه العراقيه الاردنيه المشتركه المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 15 لسنة 2017. هذا إلى علاقة بقانون شرع مجلس النواب أقرت الحكومة السابقة وشرع مجلس النواب سنة 2013 المتعلق بالتجارة بين العراق وبين المملكة الأردنية الهاشمية. وهذا اليوم قرار هو ضمن هالقانون، هالقانون النافذ أقر مجلس الوزراء بعض الأمور اللي هو يشجع التجارة في العراق، يشجع التعاون والتبادل التجاري بين الدولتين. ايضا تم التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنه 1997. هذا التعديل من اجل تسجيل الشركات، تسهيلها واعطاء اكثر مرونه فيما يتعلق بالشركات القابضه، ان تكون هناك شركات قابضه حتى نستفيد من الشركات العامه المملوكه للدوله. ايضا التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي، الحجر الزراعي رقم 26 لسنه 2012. تعديل هذا مهم وافق عليه مجلس الوزراء اليوم. وايضا فيما يتعلق بتقييم تشكيل لجنه بتقييم مشاريع الاستراتيجيه، تعرفون احنا قررنا ندفع للمقاولين نسب، كل سنه ندفع نسبه ودفعنا 40% وراح ندفع 30%، بس يحتاج الى وضع اولويات لهذه المشاريع، هل هي هذه مشاريع استراتيجيه او غير استراتيجيه؟ هل تهم المواطن تنفع المواطن او لا تنعكس؟ الاولويه للمشاريع اللي تنعكس على المواطن بشكل مباشر. والمشاريع الاكثر استراتيجيه هذه تم تشكيل لجنه لاعاده تقييم ذلك ومراجعه نسب الانجاز لهذه المشاريع. ايضا صار تاسيس التصويت على تاسيس الشركه العامه للملاحه الجويه لضمان اداره وطنيه كفؤه للاجواء العراقيه وتحسين وضع العاملين في هذا القطاع المهم. انا بالطبع المراقبين الجويين
ربما لأسباب معينة أعلنوا عدة مرات إضرابات، بعثت بمجموعة يعني شكلنا لجنة فاوضتهم أنهوا إضرابهم، أنا أحييهم على ذلك قبل فترة. إحنا بدنا نسوي مجموعة إجراءات، أنا أدري المراقبين الجويين لأنه في كل العالم رواتبهم تكون عالية، هؤلاء في الوقت الحاضر يخضعون لنظام الرواتب العراقية القانون، إذا نسوي هذه الشركة قطاع عام وهي تمويل ذاتي ممكن يخرجون على هذا الموضوع، نستطيع نجلب واردات جديدة للأجواء العراقية. هذا الهدف من تشكيل هذا الموضوع هو أن نسير بهذا الاتجاه، لأن العراق يدفع أموال لأجواءه. أكو شركة إحنا متعاقدين وياها صارنا من 2011 للأسف، هي ندفع لها أموال حتى تدير أجواءنا، بينما الأجواء هي اللي تجيب الأموال، فنصير تمويل ذاتي، هي تجيب أموال وتكون عندها أرباح وهم تدفع لرواتب هؤلاء رواتب مجزية ومخصصات مجزية، وفي نفس الوقت تكون هناك إيراد للدولة العراقية. الأمر السابع اللي هو كانت هناك أجور كهرباء، تعرفون في مدينة حديثة، مدينة حديثة مدة 3 سنوات منذ دخول داعش إلى حد قبل شهرين كانت شبه يعني في فترة معينة كانت مقطوعة، الدواعش أحاطوا بها من كل جانب، مع ذلك أهالي الأبطال قاوموا داعش وصمدت هذه المدينة الطيبة، وبس وزارة الكهرباء لم تكن موجودة ولم تكن تقدم قوائم. تعرفون حديثة تزود من سد حديثة بالكهرباء، يعني لا تكلف الدولة تقريبا كلف وقود وغيره، فهم قاموا بالاستمرار في حماية السد وحماية التوليد واستخدموا هذا الكهرباء من السد. وزارة الكهرباء لم تقدم لهم أي قوائم خلال 3 سنوات، والآن طلعت قوائم لديون سابقة. أكون هناك معاناة في هذه المدينة باعتبار أن هذه الديون الكهرباء ما طالبتهم سابقا، ورأسا مجلس الوزراء صوت على إعفائهم من هذه الديون لأسباب واقعية لصمودهم، وهذا الكهرباء بالأخير ثم من السد ما أجى من باقي العراق وزودهم بها، لأن حتى السد كان مقطوع عن باقي العراق، يعني ما كان بإمكاننا نزود باقي المناطق من السد، وأيضا لصمودهم ولبطولتهم وافق على إطفاء هذه الديون. أيضا تم تقييم كما قررنا الجلسة الماضية في مجلس الوزراء، شكلت لجنة خاصة ذهبت إلى السليمانية وإلى ديالى إلى باقي المناطق، حصرت الأضرار بسبب الزلزال الذي حصل الأسبوع الماضي وقدمنا تقرير تفصيلي موافقنا عليه من الناحية المبدئية. غدا إن شاء الله أكو اجتماع حتى بدينا إحنا بالعمل بعض التصليحات، عندنا سد درب الدخان راد الإجراءات، حققنا الإجراءات، خبراء أتوا ويحتاج إلى مجموعة أعمال، أكو متعلق بتوفير مي وكهرباء إلى مناطق قطع لها الماء والكهرباء، لأن خطوط الضغط العالي وخطوط الكهرباء قطعت، بعض المرافق يعني تدمرت. أقررت اليوم أقررنا توجيه وزارة الكهرباء وزارة البلديات بالمباشرة في هذا الإصلاحات وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك. أيضا صار تصويت على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 وحالت أيضا إلى مجلس النواب لإقراره. شكرا جزيلا. السلام عليكم دولة رئيس وزرائك، على ما يبدو إشارة إلى رسالة الجنرال سليماني إلى والتي اعتبرها البعض أنها مصادرة لحق العراق بإعلان الانتصار، على ما يبدو في الرسالة هناك إعلان للنصر في سوريا والعراق بالنيابة عن العراق الذي لم يعلن إتمام هذا النصر، وهل هناك لديكم في أجندتكم زيارة إلى سوريا؟ أنا ما بجواب لأي أحد بصراحة، مو هذا ببالي، من حق أي أحد أن يحتفل به هو اللي قام به. أنا أتحدث عن العراق، عن العراق هذا اللي حصل به، تحدثت عن العراق كعراق، من حق العراقيين أن يحتفلون. تعرفون إحنا غالبا ما نستعجل قبل وقتها بالانتصار، يعني بعدنا تنطهر قواتنا، بعدها تذكرون وايد ضغطوا علي في وقت الموصل لإعلان الانتصار وبعدنا تنقاتل شنا، وأنا ما ردت، كان ربما مصلحتي أنه مبكر أعلن، بس لما قيمت الموضوع في الموصل ما ممكن أعلن انتصار في الموصل بعد قواتني تتقاتل وتستشهد بعد دواعش موجودين، لهذا ما أعلننا إلا انحصرت وتمت السيطرة على المنطقة بالكامل. يلا أعلن نفس الشيء، لن نعلن الانتصار إلا نحقق انتصار كامل بعد مسح الجزيرة ومسح الصحراء الغربية، وإن شاء الله في وقتها تزلنا. هذا مورد على أحد أصلا، من حق أي مجموعة أن تحتفل بما شاءت، قدموا تضحيات في مكان ثاني، من حق السوريين يحتفلون، من حق اللبنانيين يحتفلون، من حق كل من ساهم في
تحرير هذه المناطق أن يحتفل. أنا يهمني الشأن العراقي، والشأن العراقي إحنا مسؤولين عنه. لا حربت ويانا ميليشيات، لا حربت عندنا مسلحين خارجيين، لا حرب على الأرض ويانا دول، لا حرس ثوري، لا جيش أمريكي، لا عناصر حزب الله. أقولها بصراحة، اللي قاتلوا على الأرض قوات عراقية. نعم كل هؤلاء قدموا لنا مستشارين، قدموا لنا خبراتهم، مشكورين، وأنا أشكرهم جميعا، سواء التحالف الدولي أو حزب الله في لبنان أو الجمهورية الإسلامية في إيران أو أي دولة، الخليجيين وآخرين دول الجوار قدموا لنا مساعدات وخبرات في هذا الإطار. ولكن اللي قاتل على الأرض العراقية هم عراقيون. تعرفون الخبرة حيادية، أن تقدم خبرة في قتال مثل هذه المنظومات الإرهابية حيادية، خبرة إنسانية من حقنا نطلبها من أي مكان. وهاي هؤلاء قدموا هاي المساعدة العراقيين، يعني عندهم خبرة. بعضهم خاض حرب إصابات، بعضهم خاض حرب من هالنوع وعنده خبرة. مو عيب الإنسان يطلب الخبرة، يسموها النوهاو، يطلبها من الآخرين. الغربيين أيضا قاتلوا هكذا مجاميع إرهابية وعندهم خبرة. إحنا طلبنا هالخبرة من الآخرين، بس اللي قاتل على الأرض عراقيين. كلامي ما موجه وليس رد على أحد بصراحة، هذا موجه للعراقيين، وهذا هو عمل العراقيين. لأن أنا باعتبار رجل التنفيذ الأول رئيس وزراء جمهورية العراق، أعرف بالضبط شنو صار ومطلع عليه تفصيلا. تضخم دور آخر فوق دور العراقي، الدور العراقي هو الوحيد اللي قاتل على الأرض، حتى أكون واضح. السلام عليكم دولة رئيس الوزراء. خالد محمد من وكالة الـ AP. تم تحديد كلفة حرب داعش ب 100 مليار سابقا، هل هذا المبلغ يتضمن كلف إعادة إعمار المناطق المدمرة، ومن سيساعد العراق في ذلك؟ لا نقول إعادة تقييم من جديد، يعني المعلومات الأولية، هناك نوعين من الأضرار. هناك أضرار للقطاع العام، يعني الدولة، خدمات وبنى تحتية، وهناك احنا طلبنا منهم فصل، وهناك أضرار عامة للمواطنين، يعني أملاك المواطنين، مزارع المواطنين، مصالح المواطنين. أكثر تفصيل التقرير لحد الآن لم يعرض بشكل نهائي، بس موجود التقرير الآن، إعادة النظر، دراسة أكثر علمية حتى نقرر أين نصرف هذه المبالغ المساعدات. تعرفون أكو مؤتمر سيعقد بالكويت لإعادة أعمار العراق، إحنا بطلب منه حتى يجي العالم يساعد العراق. عندنا في الوقت الحاضر نقوم بسموه عملين الآن، عندنا إعادة الاستقرار وعندنا إعادة الأعمار. عندنا صندوق لإعادة الاستقرار. إعادة الاستقرار يعني الخدمات الأساسية في هذه المناطق حتى النازحين يعودون. وعندنا إعادة الأعمار هي المشاريع الأكثر استراتيجية، مثلا جسور مدمرة تأخذ وقتا أطول لتعميرها، هذا إعادة أعمار. أكو مشاريع أكثر استراتيجية دمرت تحتاج إلى إعادة أعمار، وهكذا. هذا إحنا ماشيين بهذا الاتجاه إن شاء الله. وموضوع المتعلق بإعادة الاستقرار عندنا أهم، لأن هذا سريع. تعرف المواطن النازح ما يريد ينتظر فترة طويلة حتى يعود إلى منزله حتى يعاد الإعمار. فلهذا كل واحد إلى إعادة الإعمار هو الناس اللي عادوا إلى مناطقهم، إعادة الاستقرار حتى نشجعهم يعودون إلى مناطقهم، نوفر الخدمات الأساسية. السلام عليكم دولة الرئيس. الدكتور صالح المياحي، مدير عام وكالة بيت العرب الدولية. سيادة الرئيس، الكونغرس الأمريكي أصدر قراراً بتجريم قاعدة الحشد الشعبي، منهم أبو مهدي المهندس والشيخ أكرم الكعبي. ما هي إجراءات الحكومة تجاه هذا القرار؟ شكراً. ما أصور يمكن بالأسماء، ما معكوس علي، أصور حركات مو أسماء، ما انعكس علي أسماء. لازال هو فكرة، لازال فكرة، ما صار تصويت عليه بالكونغرس حسب المعلومات اللي عندي. تنتابع هذا الموضوع. اولا نعتبر من الخطا مثل هذا الاجراء في هذا الوقت او في اي وقت اخر. الان احنا بدنا ننتصر على داعش، بعض هؤلاء هم ساهموا في قتال داعش. التوقيت خطا والاجراء خطا. احنا بدنا نتابع هذا الموضوع مع الاداره الامريكيه، بدنا نتابع مع الكونغرس من خلال سفارتنا في واشنطن ومن خلال وزاره الخارجيه. نعتبره جزء من ما موفق بصراحة، أقولها بصراحة ما موفق. هسه لو مسويه قبل لما كانوا بالاحتلال، ما ذاك الوقت ما سووها. زين هسه شنو يسووها؟ يعني جزء من الصراع في الولايات المتحدة، خليني أقولها بصراحة. إحنا موعدنا هنا صراع، شو طلبنا يوميا طلع لنا شيء،
بعض النواب يحجون يشرقون بعضهم يغربون، نفس الشيء بأمريكا ترى هي نفس الأشياء. هناك أيضا بعض أعضاء الكونغرس يريد يشرق ويغرب، عندنا مجموعة معطيات. إحنا درسنا الموضوع، اطلعنا على التفاصيل، ندعو الكونغرس إلى عدم المضي في هذا الطريق، وده نشتغل حتى نأثر. تعرفون يحتاج لنا شركات علاقات عامة. مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي أو القبلة مثل هذا الأمر، أن شركات عامة يجب أن تعمل في الولايات المتحدة حتى نأثر. كل الدول تعملها، وللأسف البعض يأثرون على القرار. أكو جماعات تشتغل ضدنا، أحكيها بصراحة، أكو شركات علاقات عامة في أمريكا تشتغل ضدنا، تيطون أموال حتى يأثرون على الرأي العام الأمريكي، يأثرون على أعضاء الكونغرس. إحنا أيضا نعمل نفس الشيء، نستخدم سفارتنا، نستخدم وزارة الخارجية، نستخدم علاقاتنا، وما نسمح إحنا بتجريم أحد من اللي قاتلوا داعش. هسه إذا أكو جرائم، هو جريمة قانونية رافعة عقب عليها. إذا واحد يتجاوز، أي إنسان يتجاوز على حقوق الآخرين، على حرمات الآخرين، تعرفون إحنا سوينا عدة لجان تحقيقية، وكثير حطيناهم بالسجن. كثير هم يدعي مقاتل بس سوى تجاوز، سوى تجاوز أما على مواطنين أبرياء، سوى تجاوز على الممتلكات، موجودين. كل المنظومات الأمنية والعسكرية اللي عندنا، من كل وحدة أكو ناس تجاوزوا، ما عندنا ملائكة إحنا بهذا الإطار. المهم توجهنا العام صحيح، إحنا ما نرضى على غلط، أكو فرق عندنا بالعراق. إحنا ما نرضى على الغلط ولا نصير فيه غلط، الغلط نحقق به، وإذا قام الشخص بغلط نعاقب الشخص، ما نعاقب المجموع، وهذا هو الإجراء اللي إحنا ماشيين به. أنا أتصور ما يمشي هذا الإجراء، ما أتصور. دولة الرئيس، السلام عليكم. عليكم السلام. محدثكم محمد الفيصل، سكرتير تحرير صحيفة البيان الجديدة. قبل أسبوع تقريبا أطلق السيد مقتدى الصدر تصريحا قال فيه أن السيد العبادي قد يخوض انتخابات بقائمة مستقلة، أي بين هلالين بعيدا عن الانتماء الحزبي والتوجه السياسي. سؤالي بالتحديد دولة الرئيس، هل هذا مجرد تصريح يعني بالون سياسي آخر في سماء الانتخابات العراقية، أم هي حقيقة لديكم في خوض الانتخابات بالآلية التي ذكر هذا التصريح؟ شكرا. أنا أشكر السماحة السيد مقتدى على الكلام الطيب اللي ذكره في هذا الموضوع بالذات. هناك فرق بين الاستقلال وعدم الانتماء للحزب، ولهذا أقول أي إنسان يصدى إلى موقع المسؤولية، الله تعالى يضع في عنقه مسؤولية على كل المواطنين بما فيهم عضو مجلس النواب. أنا استغرب بعض أعضاء مجلس النواب يتكلم بكلام غريب كأنه فقط يدافع عن طائفته، ما له علاقة بالبقية. أنت صرت بموقع مسؤول، يكون مسؤول عن كل المواطنين، هاي مسؤولية، ما يصير تفرق بين المواطن والمواطن على هذا الأساس. هذه قضية، هذه بهالقضية كنت تصير مستقل، لما تصير وزير، لما تصير رئيس وزراء، لما تصير نائب، بعملك اليومي تتصرف مستقل. خو يعني أنا كرئيس وزراء إذا يجي واحد ضد حزبي وضد كتلتي، يعني شنو أصير ضده رأسا؟ وهي أمانة، هاي خيانة. يعني مثل الطبيب، الطبيب يجي واحد ما متفرق ولا ما عالجك، أنت غير مذهب، أنت غير دين، أنت غير قومية، ونعتبر هذا طبيب فاشل ما يستحق أن يكون طبيب. كذلك السياسي لا يستحق أن يكون سياسي إذا كان متحيز في عمله السياسي، لأنه هو المفروض في عمله الدولة يكون لكل مواطن. بهذه القضية أنا أدعي أن عملي مستقل، بمعنى أنه كن نعمل مستقلين في هذا الإطار. الشيء الآخر، أنا أدعو كل الكتل السياسية، ودعينا وسويناها إجراءات الآن. تذكرون كانت المحاصصة واصلة مو بس المدراء العامين، حتى معاوني مدراء العامين، حتى رؤساء الأقسام محاصصة. الحمد لله جزء كبير منا الآن تغلبنا عليه، لأن الكتل السياسية رضت وقبلت بمبدأ أنه هاي ما بيها محاصصة. هذا ترى تطور كبير، قبل كانوا ما يردون الكتل السياسية، يردون كل المناصب يوزعوها. هذه يجب أن تكون بها استقلالية كدولة. نعم في الجانب الحزبي موجود، النظام الحزبي، كل نظام انتخابي ترى حزبي، الآن قانون الأحزاب وقانون المفوضية أنت ما تخوض انتخابات إلا مسجل، يكون عندك حزب مسجل، والحزب بشروط أنه عندك كذا عضو ومسجل. بهذا الإطار شكليا إحنا حزبيين، بس طرحنا مستقلين، وهذا الفرق. يعني حتى أوضح هذا الفرق، لا يمكن أن واحد ينزل الشكل مستقل لا ينتمي قطعا، يكون يسجل حزب، يكون يشكل شيء. الأمر الأخير، أنا ما أتنازل عن انتماءاتي كشخص، وأنا ما أطلب من أي شخص يتنازل عن انتماءاته. أنت كنت شيعي سني،
كنت كردي أسأل قومية واحد بس لأن تدري الدين عقيدة الإنسان هو يتبعها بخياره. القومية مو خيارك، تكون عربي مو خيارك، كردي مو خيارك، تركماني أنت مو خيارك، بس الدين قطعا خيارك. ما مطلوب من واحد يتنازل عن قناعته، مقتنع لا تراف الدين. بالأخير أنا إذا مسلم أتبع فلان مذهب بالأخير ألتزم بهذا الاتباع، وأنا ملتزم أيضا بكل ارتباطاتي. تعرفون الكتلة الأكبر هي التي تقدم مرشح رئيس الوزراء، يعني كان التحالف الوطني هو اللي قدم، هذا بالدستور العراقي، هذا نظام سياسي مثل أي دولة. دول أخرى الكتلة الأكبر والحزب الأكبر يرشح لرئاسة الوزراء. بالأخير أنا ملتزم بهذه الآلية الدستورية، وأنا أيضا أنتمي لحزب الدعوة الإسلامية وأنا ملتزم بهذا الحزب. هذا بغض النظر مو معناها نقبل بكل تجاوزات الأعضاء، هناك فرق كبير. أنت تكون قد في كتلة واحدة، قد يكون واحد آخر في كتلة أخرى أقرب لك من واحد في كتلتك، لأن قد هذا الشخص يتحمل تبعات تجاوزه وتبعات أخطائه. لما نسأل إحنا هل كل مسلم مقبول عندنا؟ يعني أكو مسلمين ما شاء الله ارتكبوا جرائم يعني تقشعر منها الأبدان، هذا خرج أصلا عن معنى الدين بالالتزام. وهكذا الإنسان ما يصير ينحاز إلى من يتبع بغض النظر على أو ما يكون ضمن كتلته ومن وضعه. أنا ملتزم بهذا الإطار، وأيضا ملتزم بالعمل بالاستقلالية. حتى أكون واضح، أنا أدعو أن تكون قوائم انتخابية بها استقلالية من هذا النوع، بمعنى تدافع عن كل المواطنين، مو قائمة تدافع فقط عن المذهب الفلاني أو عن جماعة الفلانية، لا، هذا يقسم البلد. أتمنى أن نجد في القوائم الانتخابية القادمة قوائم وطنية تنظر إلى المواطن، وأيضا أتمنى على المواطن أن لا يصوت بوحي من انتماء، خلي يصوت بمن يمثل حقيقي في تحقيق مصالحه، مهما كانت هويته، مهما كان انتماء الديني أو كانت خلفيته العرقية. هذا اللي أنا نسعى إلى أن يتحقق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.